وإنسان إنسان فيه الخير وإنسان إنسان يحب المدينة تاعه وإنسان متواضع وسعى باش يجيب هذه الجمعية هذه اللي يسموها الجمعية الجزائرية من أجل المواطنة والتنمية الإنسانية. جمعية جزائرية من أجل المواطنة والتنمية الإنسانية. كاينة إرادة، كاين ناس مام بلا ما قالك ما تسيبتيش أسماء وطنا، قالوا لنا رانا هنا ونعاونوكم. قالك أي حاجة طلبها مساعدة مادية. مسؤول ولائي تاع مستغالي وهو اختار مهمة خيرية. مهمة. السلام عليكم، معكم العايدي منير. رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية من أجل المواطنة والتنمية الإنساني مع أعضاء المكتب الولائي. اليوم رانا في حفل تنصيب الجمعية المكتب الولائي. هذه الجمعية مولود جديد للولاية، تبشر بخير إن شاء الله. رايحين عندنا البرنامج تاع الجمعية، نقدموا الأهداف الجمعية. عندنا 11 لجنة، لجنة السكن والصحة، لجنة الشباب والرياضة، لجنة المرأة، حقوق الإنسان، لجنة الطفولة. صدر هذه الجمعية هذه راح تخدم مع كل القطاعات ونخدموا مع السلطات الولائية. علاش؟ لا محتم علينا مادام كاين رانا في كيما نقول لك راه كاينه التنميه وكاين مناطق الظل، راه تحتم علينا هذه الجمعيه. رايحين حنا نديروا عمل تطوعي وان شاء الله ثاني رايحين ننصبوا مجلس الاعيان ولايه مستغالم، راح يتشكل من كل بلديه ثلاث اعيان، وكذلك مجلس علمي اللي يكونوا فيه الدكاتره وكاع. وهذا ونزيد نبشركم بخير، المكاتب مستقبلا اللي تنصبوا تاع البلديات اغلبيه تاعهم 90% شباب.